اطلع وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس على سير العمل في مستشفى الجمهورية التعليمي وتجهيزات مستشفى عدن مستمعا من مدير مستشفى الجمهورية الدكتور محمد السقاف إلى شرح حول سير العمل والخدمات المقدمة إضافة إلى الصعوبات والاحتياجات لتطوير آليات العمل لتقديم خدمات أفضل للمستشفى الذي يستقبل مرضى من مختلف المحافظات اليمنيه ووجه لملس بتذليل كافة الصعوبات لإدارة المستشفى مشددا بالوقت نفسه على الاهتمام بالمرضى وتقديم الخدمات الصحيه اللازمه وإنهاء المعاناة التي يعيشها المواطنون أثناء حضورهم لتلقي العلاج كما زار لملس مستشفى عدن مطلعا على إعادة إعمار المستشفى والجاهزية التي وصل إليها كما تفقد عددا من الأقسام المزودة بمختلف أنواع الأجهزة الحديثة ووجه لملس بربط الكهرباء مباشرة للمستشفى مؤكدا أهمية استكمال الأعمال والترتيبات وكافة الاحتياجات الخاصة بالمستشفى وثمن دعم المملكة العربية السعودية لدعم المشاريع الخدميه معربا عن جزيل شكره وامتنانه لقياده وشعب المملكه العربيه السعوديه التي تسعى الى اعاده تاهيل وتجهيز المستشفى وفقا لاعلى المعايير الطبيه